السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم جميعا، وكل أسبوع وأنتم وكل جمعة وأنتم طيبين. النهاردة في ميعادنا يوم الجمعة الساعة 2 بعد الظهر أو 2 الظهر بتوقيت مصر مع البث المباشر، وإن شاء الله هحاول أجاوب لكم على بعض الأسئلة اللي جاتني على القناة بتاعت اليوتيوب. معلش أنا أحيانا بعمل بعض الفيديوهات باللغة الإنجليزية، بس اللي بعمله بالإنجليزي غالبا بيبقى له نسخة معمولة قبلها عربي أو بعدها مباشرة. في واحد في التعليقات بيقول إيه، أنت بتتكلم أفرنجي يا حلاوة. ونفهم عليك ازاي يا دكتور يا قمر؟ والله انت اللي قمر، ما احنا عاملين يا عم نسخة تانية. المهم، واحدة تانية رحيمة، دي بنت حلال قوي دايما ما شاء الله عليها، كلامها جميل جدا وعشان كده احب اشكرها. اهو فرصة اللايف، اللقاء اللي هو البث المباشر ده بيديني فرصة ان انا اشكر بعض المتابعين، الناس الايه المحترمة الكريمة اللي هي كلامها رقيق وكلماتها عادة بيختاروها، يعني ربنا بيبقى موفقهم في اختيار هذه الكلمات الطيبة، فأشكرهم جميعا ومن ضمنهم رحيمة. رحيمة والله يا دكتور، والله يا دكتور سماهم على وجوههم، وجهك بشوش ومتفائل. الحمد لله، والله ندعي لك بالجنة يا طيب. الله يخليك يا طيب. رحيمة بقى بين ست، الكلام الطيب ده بتاع الستات يعني. وأصلح ذريتك يا رب، أمين يا رب، جاوبنا حتى تطمئن العائلة. أخي هيباتيتس اس اتش بي اس سلبي الحمد لله، و اتش بي سي بوزيتيف، هل يحتاج إلى تطعيم؟ طبعا السؤال مش مفهوم ليه، لأن ما قالتش اتش بي اس ايه هو، انتيجين ولا انتي بودي؟ يا اخوانا ديت بتتكلم عن الكبد ب، فمش مفهوم هي بتتكلم عن ايه بالظبط، هل هو كبد ب ولا انتي بودي ولا اتش بي اس انتيجين ولا ايه بالظبط. فلو كان، عشان تبقى واضح الحكايه دي، لو كان هي بتتكلم اخوها عن عمل تحليل اتش بي اس انتيجين ونيجاتيف يبقى ده سليم، حتى لو عنده حاجه تانية بوزيتيف يبقى ده سليم، يا اما سليم يا اما هو في فتره النافذه، في فتره معينه كده في وقت الفتره الاولى بعد الاصابه بالعدوى اللي بنسميها فتره النافذه، بتبقى التحاليل ايه ما تديش دلاله قويه يعني الا بعد فتره. فلو اتش بي اس، احنا قلنا القاعده في تحليل الكبد ب هم الاتش بي اس انتيجين، لو بوزيتيف يبقى عندك الفيروس، ولو نيجاتيف سلبي يبقى ما عندكش، وكده بنقفل الموضوع. يعني هون هتون ده يعني ما شاء الله ما بيبطلش تنكيت. الأستاذ أحمد عبد الله برضو ده اللي كان عنده تقريبا نيسيريا جونوريا، بيسأل هذه الوصفة لعلاج النيسيريا، أما بكتيريا ستاف أوريوس اللي اكتسبت المقاومة المضاد الحيوي إيش علاجه يا دكتور؟ العلاج يا أستاذ أحمد، طبعا الأستاذ أحمد من الناس المتابعين اللي أحب أشكرهم واشكرهم على متابعتهم معايا، وربنا يعافيك. انا فهمت منه عنده التهاب بروستاتا مزمن ومحتار، بس ما فيش طريقه لحل هذا الموضوع الا بانك انت تعمل مزرعه وحساسيه وتشوف اذا، او مع المزرعه الحساسيه والنتائج بتاعتها تتبع اسلوب الحياه الصحي اللي انا بشرحه، عشان لما يكون جسمك مع اسلوب الحياه الصحي محتوي او يشمل على كل اللي انت محتاجه من مغذيات فيتامينات او معادن، لما تاخد معاه علاج بتكون نتيجته افضل، لان الجسم بيبقى قابل انه يتعامل مع العلاج او يتفاعل مع العلاج بشكل افضل. ما تنسوش النقطة دي مهمة جدا جدا، احيانا تاخد العلاج وما يجيش نتيجة ليه؟ لان جسمك مش عارف يتفاعل مع العلاج بدرجة جيدة. فبالتالي مهم جدا ان انت تحضر جسمك للتفاعل مع العلاج بشكل سليم. ازاي؟ بان انت تعيش حياة تتبع اسلوب الحياة الصحي، اسلوب حياة صحي اللي بيشمل ثلاث قواعد اساسية
أكل سليم، أكل صحي سليم، رياضة منتظمة سليمة يوميا، ونوم صحي سليم يومي، مع الامتناع عن الأمور المضرة. في واحد بيحكي بيقول إنه كان ما تخفش خد علاجات معينة وما خفش، مش بيقول إنه كان ما تخفش خد علاجات معينة وما خفش، مش فاكر إيه المشكلة اللي عنده من نسيها، يعني أنا مش فاكر كان عن أني موضوع، وكان بيدخن بكثرة، فالدكتور قال له لازم توقف التدخين، وطبعا ما كانتش مشكلة صدرية، فوقف التدخين. لما وقف التدخين خلال 3-4 أسابيع لقى نفسه اتحسن بشكل ملحوظ. الأستاذ سامي أسامة بيسأل سؤال وجيه. دكتور هلال ربنا يخليك ويحفظك، لدى سؤالين. الأول، هل يمكن زيادة الطول بعد 28 سنة؟ ممكن زيادة الطول بعد 28 سنة لو الجسم نفسه في بعض معظم الناس أو 80% 70% بيبقى العمود الفقري بتاعهم مش ستريت، مش مستقيم تماما، بيبقى في حتة انحناء، حتة انعواج. ففي هذه الحالة الرياضة ممكن تفرد العمود الفقري. في هذه الحالة الواحد هيزيد مقدار الانحناء اللي بيتحسن، يعني ممكن يزيد حوالي 10، العفو ممكن يزيد حوالي سنتي او 2 سنتي. لكن هي بصفة عامة بعد 28 سنة زيادة الطول مش سهلة، او مش يعني مش تتوقعش انك هتزيد 5 سنتي او 10 سنتي، لا ممكن تزيد سنتي او 2 بالرياضة. بس هل واحد لمري يمين، هل فيروس الهيباتيتس بي ليه علاقة بالصفار؟ لو الواحد الفيروس ده ما كانش خامل وأثر على الكبد والكبد بدأ يدخل في فشل كلوي، أكيد ليه علاقة بتؤدي إلى الصفار اللي هو الجوندس، نتيجة إن الكبد نفسه بيحصل عنده مشاكل في الوظائف بتاعته وفي تكسير في عملية الميتابوليزم اللي هو التمثيل الغذائي، وبالتالي بيحصل الصفار. اهلا بيك يا دكتور حسام مصطفى، اهلا بيك يا دكتور منور، ده انت اللي منور يا سيدي. دكتور ايه؟ دكتور ضبيع افادكم الله يا دكتور، يا اهلا بيك وسهلا يا دكتور. ومشرفنا في القناة وأهلا بيك. في عندنا أسئلة هنا برضو ما لحقتش أجاوبها في برضو الفيديو من الفيديو اللي قبل الأخير. طبعا أحب أشكر برضو الناس المحترمة اللي بتعمل تعليقات طيبة زي الأستاذ مراد حسن، أهلا بيك يا أستاذ مراد. أنا أتمنى أعيش، مين بقى اللي أتمنى يعيش ده؟ أتمنى لوكسوس. طيب ماشي يا أستاذ لوكسوس، أنا أتمنى أعيش في الفلبين وأملك سكن هناك ويكون المكان هادي بعيد عن إزعاج الناس. ليه عايز؟ لا تسأل عن الفلبين، الجماعة بتوع الفلبين في الموقع لو سمحت. إحنا هنا القناة ديت صحية أو طبية، فاللي يسأل سؤال مرتبط بموضوع صحة أو طبي أهلا بيه وسهلا. الأستاذ مراد حسن طبعا في موضوع اللي هو اكتشاف دواء جديد بخصوص مرض الفيروس الإيدز اللي هو ممكن يقضي تماما على فيروس الإيدز. فالأستاذ مراد حسن أنت دكتور عظيم، وأنت بهذا الخبر زرعت الأمل في قلوب ملايين من الناس. طبعا يا أستاذ مراد بدون الأمل الناس عمرها ما تعرف تعيش ولا تمشي خطوة لقدام ولا إيه. محمد فاكي يسمع منك ربنا، يسمع منك ربنا يا رب يا سيدي. مش عارف ايه سايا رشيدة، بحبك كتير يا دكتور، بحب الامل اللي بتعطيه للناس. ما هو الامل ديت يا ست كل او يا سيدي من الصفات الايجابية في الانسان، والانسان لما بيكون ايجابي فرصته في انه يعيش حياة صحية بتبقى افضل، وفرصته في انه لا يصاب بالامراض بتبقى احسن، ولو اصيب باي مرض فرصته في الشفاء من هذا المرض بتبقى اكبر واحسن برضه.
مصطفى ستيفان بيقول ايه؟ لكن فين العلاج؟ وهل يمكن للطبقة الفقيرة ان يصلها العلاج؟ هو اكيد العلاج لسه في المراحل الاولية بتاعته، لما ينزل السوق اكيد برضه في البداية هيكون غالي، لكن اهو خير، المهم يبقى في علاج وخطوة خطوة الموضوع يبقى ميسر للجميع. عبد الرحمن التائب طبعا من العراق، ده راجل محترم جدا وبنحبه قوي قوي ومشرفنا دايما. انت دكتور انسان تستحق كل الاحترام لانك تزرع الامل وتحصد المحبه. يا سيدي شكرا على الكلام الرقيق الجميل قوي ده، بس انت مش معانا هنا في الليتشات النهارده. في دكتور، ايوه دكتور دبيع، ممكن تتكلم عن مرض تصلب ايه؟ التصلب المتناثر في حلقة خاصة يا دكتور؟ حاضر، بس اكتب لي ايه التصلب المتناثر بالانجليزي، ولا دور على، انا مش نسيت بقى ايه التصلب، الديسيمينيتد سكليروزيز مثلا. نشوف التصلب المتناثر ده يبقى، لو عندك اسمه الانجليزي اكتبه لي، لان مش قادر اتذكر ايه هو التصلب المتناثر. ام اس، خلاص ان شاء الله ربنا ييسر، اذا ما عملتش خلال اسبوع ولا حاجه تبقى تفكرني تاني يا دكتور لو سمحت. انت حضرتك دكتور طب ولا دكتور علم؟ يعني عشان نبقى برضو عارفين احنا بنتكلم مع مين.